موقف طريف لوزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط، والتي وجدت نفسها أمام عدسة الكاميرا تستمع لشكوى طفل في السنة الأولى ابتدائي. نستمع لشكوى البراء التي تجاوبت معها نوريا بن غبريط على طريقتها الخاصة. إذا كاين قسم كي من هكذا حدا داركم وفي السنة الأولى نعاودوا نركب. نعرف وين كنت نقرا. تعرف وين كنت تقرا؟ هي تنجم تروح عليها هكا برجلك؟ ونعرف. وانت تعرف؟ نعرف وين الطريق. كان عندك صحابك تماك؟ واه. وهنا ما عندكش صحابك؟ كان زوج صحاب راهم في الاخر ليها عنده جوج صحاب. داكا شوف غادي نتكلم في التحضير هنا راهم ليها في التحضير. بصح انت طلعت، انت راك في السنه الاولى دركا، ما راكش تحضيري. نبغي نقرا معاهم. باغي تقعد في تحضيري؟ نبغي نقرا. صح ما تبكيش. صح درك نشوفو. داكو ما تبكيش.